أفلام حصة فنية أسبوعية تراث مواهب وإبداعات للفن والفنانين فن أثام مع محمد وعبد الرحمن مساء الخير مساء الأنوار. أهلا وسهلا لكل مستمعين إذاعة الجزائر المسعدة 94.5 101.3 أفهم. كل يوم أربعاء ابتداء من الساعة 6:30 نتلاقوا في عدد جديد من حصتكم الأسبوعية فن أفهم. كما قلت هذه الحصة اللي تبث على أمواج إذاعة السعيدة الجهوية هي حصة فنية تنشيطية مع الفنانين والمبدعين في جميع الفنون. حصة فن أفهم تتكلم عن القديم وتبحث عن الجديد في عالم الفن. كما العادة دائما دائما معكم عبد الرحمن في العارضة الفنية والإخراج وراء الميكروفون محمد. نعود نذكر كما قالت الأستاذة من قبلي بأرقام من الخطوط المفتوحة اللي هي 048-26-26 أو 51-18-18 ولا عبد الرحمن راك فاتح صفحة فيسبوك فن أفهم. في حصة اليوم يشرفني حضور براعم ورود ياسمين زيد شكين ورد ما نيش معطيني الرتان الزمرد النرجس دونك مرحبا بكم مرحبا بكم معنا اليوم فرقة أحباب اليوم. دونك انا جو بونس بلي تقريبا كاع الجمهور السعيدي ديجا يعرف هذه الفرقه اللي تعزف عندها طابع وتامبر سبيسيال بها تحت قياده المايسترو تاعنا كمال. قبل ما نعرف بهاد الفرقة ونتحاكوا شوية مع هاد الشباب والبراعم هنا بنات ولاد نخليكم مع هاد الهدية اللي هما يدوها لكم. Thank you.
برافو 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 بارك الله فيكم. اي فوالا واش فيها فرقة احباب اليوم، واش فيها سعيدة. عبد الرحمن تعطينا فصل. انتما دائما مع حصة فن افام اللي تبات على امواج اذاعة سيدة. كما نعاود نذكر بخطوط الهاتف المفتوحة اللي هي 048-51-26 او 51-18-18. كانت معكم فرقة احباب اليوم. باش نبدو هالجلسة فريمون الاستوديو راه ريش. انا بعدا شو نقول لكم، نعاب لهم يسمعوا راهم غايرين. دونك باش نبدو هالجلسة مع كمال خونا. كمال اخويا مرحبا بك. عندنا ومرحبا بينا عندكم جمهورنا الكريم، وان شاء الله يكونوا في الحسن الظن تاعكم ان شاء الله. كمال اخويا شنو نقول لك، انا دروك راني قلت بليهم برا ليهم برا هم غايرين، دروك راني غاير منك في وسط هذا والله لا شنو نقول انا غابت الهضره تضحك عليا. دونك كمال اعطينا شويه لمحه كيفاش الفرقه هذه تكونت والفكره كيفاش بانت. الفرقه كيما راك تشوف فيهم سي بن صغير هم لي جان الله يبارك بعدنا ما نقولوا فيهم، حتى المولي فرحوني انا نغير منهم، حتى المولي فرحوني انا نغير منهم. كيفاش تاسست الفكره هذه؟ بون عندنا راهم صافي كاين اللي راهم عندنا كيما بداوا جدد وصافي رانا في 3 سنين وحنا نشطوا. الله يبارك 3 طروازون ما يشتغل لو ميم جروب ولا كاين جروب ومورا جروب؟ كاين اللي وحدين ما جاوش يقراو كاين اللي راه داكور صح الور. وكيما راك تشوف فيهم هادو هما كيما الهوايه تاعهم سي الموسيقى. قبل الموسيقى عندهم قرايتهم بعد الموسيقى تاعهم بيان. وتعلقوا بالفرقه تاعنا راه هنا رانا تشوف رانا بزاف عندنا كل واحد وسبيسياليتي تاعهم. كاين عندنا الكلاسيك، عندنا الشعبي، عندنا حتى فلاميكو مع حماده ومحمد بطا. انا كنت باغي نخليه تم بعد قالوا دير محاضرين معنا زوج ديو فهي بعتنا. دونك بروفيت لوكازون فات فيك كما دوك بعنا. معنا خونا حماده خريج مدرسه اهم شباب، ومحمد جلولي اللي ما شقاش نعرفوا به نهضروا نقول فوتوغراف ولا جيتاريست خبرني للزوج. الور محمد جلولي فوتوغراف وجيتاريست ميزيشن. كمل سي كمل. ودرنا عده حفلات كان درناهم هنايا مع الجروب الاولى، درنا خارج الولايه والولايه هنايا درنا بزاف في ولايه سعيده. خارج الولايه باغ اكزومبل وين؟ درنا سبع ثقافيه. سبع ثقافيه شاركنا بهم، وهنايا درنا حفلات في سيرات بومدين في مصطفى خالف فتح كاين، ودرنا حتى مع لا جونيس دو سبور شاركنا معاهم في في السي ال اس. والحمد لله راها بشويه بشويه. دونك كمل الاولى نتحي لك انا بعدا خويا سيري طروازون. انت راك شاد هذا لو جروب والشيء اللي بديت به تاع كلمه قرايتهم بعد على الموسيقى هو هذه الحاجه لا بلوز امبورطون، هذه اللازمه. دونك لافونيو تاعهم قرايتهم بعد الموسيقى تكون هوايه. سي بن صغير هما انا قبل ما اسمع الله يبارك قبل ما نشوف لهم في الموسيقى تاعهم كي نسقسيهم على واش راهم يقروا حتى حاجه اللي فاب راهم بيناتهم يريحوا ويتشاوروا في قرايتهم. دي فما ندير نخدموش كاع يكونوا يديروا بيناتهم يتعاودوا في الاخبار الدراسيه واحد يوري واحد. الله يبارك عندهم كونكيرونس بيناتهم. فيليسيتيك وان شاء الله الرحمن الرحيم بون كونتينياسيون. دونك نعاود نبدا اما دروات ولا اما غوش اللي قاعد تعرفوا روحكم. مانيش طالق واحد اليوم اليوم كاع بون نبدا لي بالسهله باسكو سي اون فوازي لي. نبدا بنجات، حطي الفيولون وقربي الميكرو. نجات كراكي هيا دروك عرفيني بلاتي كيما دارت كل واحد بسمع والاله يتلعب عليها ولا يلعب عليه. هاي يضحك. عندي زميله تاعي ريما. ها حبسي ها بدي روحك تي شكون نجات بعدا على واش من اهل فسراوي. نجات ندير الفيولون هادي قريب ساعات ماني في الفيولون. دخلت مع الفرقة عرفت تعرف على زملائي نقدم لك كريمة دي الفيولون معايا بخشي بيانو وسامة. واه لي خازن مليح داك كمان وسامة على الطار آلة الطار. سمير الموندول موندول معمر دربوكا
طيب لاباز، رمزي لاغيتار، عايشة لاغيتار، ورانيم لاغيتار تاعي، وكينوس هذاك اللي نسيتي لاكورديون. وهذيك اللي عملنا هذاك درت هي البيانيست تاعنا، بيانيست بالقيش. الور مرحبا بكم. دونك نجاة نبدا بك، كيفاش اخترتي آلة الفيو؟ علاه ما اخترتيش آلة أخرى؟ بون من صغري قبل شفت في لي فويتون، كنت نتبع ان فويتون دقات قلب. سيتي واش من فويتون؟ دقات قلب. دقات قلب انا خاطي ما صح. لا علاقة لا علاقة المسلسلة لهم. كانوا يديروا لي فيولون اي تو. بون من صغري تعلقت بالفيولون، سيتي مون غيف ندير فيولون، والحمد لله وصلت له ومازال نزيد نتعلم. سي بون هذا مكان قرب لك الميكرو. علاقتك بالفيولون؟ علاقتي فيه قرب شويه الميكرو. فيولون هو آلتي، موسيقى هي هوايتي، بوي فيولون بزاف. علاه ما تقولش مسلسل؟ لا باسكو كنت نحلم بيه كاع من صغري، كنت نشوف لي فوتو ونشوف بنات خالتي هكا هضروا بزاف على فيولون. الوغ بغيته مع آلة حزينه. سان بغي بزاف، بغي بزاف بزاف. ورا البيانيست تا كمال. شوف سير انا نقول لك كمال. السلام عليكم. وفوتو كوبي شبه لها. انا نبغي البيانو باسكو ملي كنت صغير نتفرج لي فيلم تاع الاخر، نسمع لا ميوزيك بزاف تاع البيانو. قعدنا غير في لي فيلم اللي فاتوا راه ايا تفرج، كنت نسمع لي لا ميوزيك تاع موزار كيلعب بيانو، كلش عليها تعلقت بهذه الاله الجيده والجميله. تغني ما تغنيش؟ لا ما غنيش. سي تغني؟ لا صبر. تاعكم نقول لك دروك غني لنا حاجه باسكو لا فو تاعك شويه فيها. لا لا صبر. اي سي جي. لا معليش. شكرا. وراها الطار ياك. اسامه، اسامه فوالا. سمعني سمعني قبل شويه الطار. السلام. لا سمعني الطار من بعد عند السلام. شايف؟ يضحك. اسامه كيف راك؟ غايه. كيفاش بنتك على آلة الطار؟ ما بنتكش على آلة أخرى ولا قال آلة تاع الإيقاع؟ نبغيها. قال آلة الإيقاع. دربوكا، طار، سرسال. سرسال هو طار كامل. أنا شوية ما عنديش كونسونس في الموسيقى. الباتري لا؟ كون نجيبوا لك باتري؟ أنا عارفش. تتعلم؟ أه. هذه الصح، هذه الفائدة. أيوا نقولوا للشعبي دروك، أنا نهضر على الموندول. كون نقول لك بدل موندول. السلام عليكم. لا من قبل، السلام ورحمة الله، تعطينا شوية واحد قبل لي الموندول. سيرتو قصيدة اللي أنا صديق، أنا اللي حاضر الأمسية اللي قمت بها تحت في صاد ملاح. يا الرايح والمسافر. وحدي ولا؟ لا وحدك خاطئ. يا خويا سيمين قلت لكم موندو لا فوا، ماشي غير موندو، نبغي تسمع كرزيك لا فوا. مازال كان وقتك نسمعوا ان شاء الله. خويا سمير مرحبا بك. السؤال الاول اللي نطرحه لك، خاصه انك وحضرت لك كيما قلت الامسيات وين الشعبيه اكثر عندك، كيفاش راك تلاقي هاد المجموعه من الشباب وانت في وسطهم؟ خويا انا صافي بليزير من راني مع هاد الجمعيه هذه. والحمد لله زعما حاجه اللي نعرفوها نمدوها لهم
ماذا بيا انا باسكو في الغرب مانيش نسمع بزاف شعبي وحبينا ننشروا هذا اللي نعرفوها انا نمدوها خلاص معليش الله يبارك وهاد الفرقه المساغر اللي محاضر معنا اليوم نعم مسيتش ولا خدمت معهم ديجا معزوفه تاع شعبيهم اونصومبل بيان جير صافي توجور نخدم معهم انا ندير الكوره ما تما حاجه بغيت نوصل لهم للار هذا الريح تاع الشعبي هذا بغيت انا لمجهة الموسيقى من جهة الكلام من جهة الكلام من جهة الموسيقى وبفضل تاني الأستاذ كامل تاعنا هو اللي لا داك نو كومنت كامل صحيح نو كومنت بدون تعليق لا اسمح لي باسكو أنا بالمنظور وحدي ما نقدر ندير والو مين عندي اللار تما كاين أستاذ يعطيني الريحة هذايا لقيت روحي بس نخدم هذا ويلا توش لومبرانت والبصمة تاع كامل توجور حاضرة هذا الشيء نشاهدوا به لو كان ولا ماكش محضرين وحدة شعبية معاك كاين 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 دونك عبد الرحمن تعطينا فاصل بينما وجدوا روحهم هاد المسوفة شعبي مع اخونا كما بصح لافوا سي نورمال أنتم دائما في الاستماع لحصتكم الأسبوعية حصة فن أفام عاود نذكر بأرقام الخطوط المفتوحة اللي هي 048 51 26 26 أو 048 51 18 18 ولا على صفحة فن أفام على الفيسبوك خليكم دوكم الاستماع إلى معزوفة اللي اخترتها فرقة أحباب اليوم لتهديها لكل مستمعين إذاعة سعيدة الجهوية يا ربي يا كريم يا نعم الفراج انت تعلم سر قلبي يا متعال يا حيلة تنام من عفوك نراجي يا ربي يا كريم يا نعم الفراج يا حي لتنا من عفوك نراجي انت تعلم سر قلبي يا متعال وغيرك لنديرو في بالي بديت باسم الغالي من ليل ومتين اسم المولى حجاب في كل مسألة هاي سيدنا المجد صلى الله عليه نعم نالي وهداني للناس جل غزل يغزل غزلي الرقيق بفضل العمالة يا سيدنا ربحي هو راحتي وشغالي والنور النور الهاشمي كمال آها بحر الوفا إمام الفضالة يا سيدنا المجد صلى الله عليه نعم الغزل
عزلي رقيق فضل العمالة يا سيدنا ربحي هو راحتي وشغالي والنور من نور الهاشمي دمى بحر الوفا إمام الفضلاء يا سيدنا مجد صلى علينا من علي كل أربعاء عند الساعة 6:30 مساء. فن أف أم على أمواج صعيدة أف أم. أنتم دائما في الاستماع لحصتكم الأسبوعية حصة فن أفهم، دائما عبد الرحمن وراء الطاولة العائدة الفنية والإخراج ومحمد في الميكروفون. عبد الرحمن راه يتمتع قال مع هاد المجموعة من فنانين. قبل ما نرجعوا نكملوا الحديث مع هاد الشباب وهاد الفرقة، فرقة أحباب اليوم، بدي نشير الى بعض البرامج اللي راهم سطر هنا مسوي للسيده، منها المحاضره اللي سوف ينشطها الدكتور ياسين وراها سيتما كما قلت اللجنه الولائيه تنظم محاضره غدا بدار الثقافه تحت عنوان اداره المناطق الرطبه بعين سخونه هي كعينه. ينشطها الدكتور الساسي بالقط، وهو دكتور متخرج من كلية العلوم والتكنولوجيا بسان جيروم بمرسيليا بمونسيون تريبيان، أيضا دكتور في علم البيئة التطبيقي وباحث المركز للبحوث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بمركز الكراسك بجامعة وهران، وأيضا باحث بقسم اللغات بعلوم الغابات والتربة بجامعة مستغانم. هذه المحاضرة تكون غدا إن شاء الله ابتداء من الساعة 5:30 بدار الثقافة.
ايضا تدعو اللجنه للفئه الثقافيه زياره معرض الفن التشكيلي للفنان العالمي جمال ايشو اللي ان شاء الله يكون من 4 من لو 4 حتى لو 7 جوان بمقر لجنه الفئه الثقافيه. وكما يعرف الجميع انه اليوم لو 7 ابارتي دو 7 يكون انطلاق فعاليات المهرجان الثقافي الوطني لادب والسينما المراه بدايه من لو 7 الى غايه 2 جوان 2015 وسوف تكون هناك محاضرات ورشات تكوينيه وعروض افلام. عبد الرحمن تنجم تعطينا السبوت تاع المهرجان الثقافي الوطني لادب والسينما المراه. تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية وتحت إشراف السيد معالي وزير الثقافة والسيد والي ولاية سعيدة محافظة المهرجان الثقافي الوطني لأدب وسينما المرأة تنظم الطبعة الثانية للمهرجان الثقافي الوطني لأدب وسينما المرأة تحت شعار المرأة بين ظلال الكلمة ووحي الصورة من 7 إلى 12 جوان 2015 بمساهمة التلفزة الوطنية والإذاعة الوطنية. وهذه دعوة للمشاركة وحضور فعاليات المهرجان الوطني لأدب وسينما المرأة إن شاء الله يكون كما قلت من لو 7 حتى لو 2 جوان بدار ثقافة وأيضا المسرح الجهوي سيرات بومدين. نعود نرجع لفرقة الأحباب اليوم إن شاء الله تقعدوا حباب 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 لحتى هذيك الموازينة. دونك نعاود نولي لأعضاء الفرقة درو غادي نوجه السؤال للموازني. حنا في اللونغاج نقولوا الموازني على خيط غير دير بوكا. السلام عليكم. هي الاولى انا خيرت الدربوكة باسكو من حياتي نبغيها وكنت نضل مع اصحابي نصنعوا درابيك ونلعبوا مع بعض وجاء الوقت وين دخلت مع هذه الفرقه تاع فرقه الاحباب ولقيت الاستاذ تاعي ثاني استاذ كمال نشكروه وزاد وراني دي تكنيك في الدربوكة ولقيت روحي ودركا راني الحمد لله وهذا ما نقول لكم. صح غادي نسقسي قلت لي كنا نخدموا الدرابيك باش كنتو تخدموا الدرابيك بكري كنا انا صنعهم بجل نورمال بجل تاع الدربوكا وعادي وعادي عارف عادي. صح وكيما قال كمان انا عارف كلمه ثلاثه بوم ربعه طاك ولا زوج طاك وحده بوم واه هذاك الريتم كاين ريتم رباعي ريتم قباحي كاين دي ريتم اللي في الدربوكا يوريهم لك استاذ باش تقبض روحك. من قبل ما كنت بادي في الدربوكا ولا عشقت الدربوكا ولا بغيت الدربوكا كانت بالك حاجه سهله؟ لا انا هوايه تاعي من صغري زعما هكا الدربوكا كانت بالك سهله لكن كيما قال الاستاذ كمال صادي يضروك فيها حتى كي وراني اللي تكنيك فيها بعات الماكينه بدات تبان دربوكا كي دايره وهي على ايقاعيه زعما هي اللي نبغيها الميور كاع في الله. اول مره دربكت؟ لا لا دربكت قبل. ايه اول مره وانت دربكت معهم كي دخلت في الله. صح كي كنت دربك زمان اعطيني شو كيفاش كنت دربك زمان اعطيها نصحه ما تبدلش. لا اعطيها هاي تاع بكري تاع مين كنت بجلد هيا عطينا الدروك تاع دروك. سي محمد كون تعاونا بلا باس خويا. دونك ها نولي الباسيست. يضحك. السلام عليكم. تاني لا ميم كيسيون كيفاش اختاريت لا باس؟ دونك لا بروميير فوا تاعي كي دخلت كما شاف بلي تخرج عليا لا باس قال لي سي ايسي تلعبها. واش كنت تلعب قبل؟ ما كنتش نلعب جامي جامي كنت نلعب جيتار خطرة على خطرة شي بزاف. انا نبغي نسقسي كمال علاه قال لك لا باس كمال علاه قلت له لا باس زعما برا امريكا ياك لا باس باسكو الحاجه الاولى اللي لقيتها فيه الريتم في راسه الريتم بزاف والباسمان لازم يكون الحاجه الاولى اللي تعلمها يكون باسمان يكون ريتميك. انا قلت بالك مي راه برا الله يبارك امريكاني دايره مشويه دايره شويه دونك كيفاش قلت لي كمال وجهك باه تلعب لاباس ولقيت روحك في لاباس؟ لقيت روحي في لاباس باسكو كيما قال كمال البيركسيون ولاباس هما الاساس والسكيلات تاع المعزوفه ولا لا ميلودي.
ونظن لي شاطوني الشاشة اختصاصين كيما محمد وكمال باللي لا باس كيما تكونش لا باس والايقاع ما تكونش موسيقى نظن هكا دونك لقيت روحك في لا باس لقيت روحي في لا باس ساعه كون نقول لك تنوض وتقبل لا باس تعطينا مورس هيا انا سمعنا غير مورس زعما لاكورديون العتبه اي سهروا العتبه والله العظيم تأمني أنا تاني في حلمي نقصر لاباس تاني نجام لاباس نبغي لاباس وسيتو الكونترو باس كبير خويا نتمنىك التوفيق إن شاء الله بيك بالأعضاء الفرقة قاعد واش نتمنىكم إن شاء الله وسير سير راكم أونتر دو بون مان أونتر دو بون مان راه كمال وزاد محمد الحق وحمد السير إن شاء الله الرحمن الرحيم تكونوا في نتمنى إن شاء الله تكون على مستوى نولي دروك الجيتار سيرش لا لا غير لعب مورسون بعد عاد احكي لنا القصة سمعني قبل من بعد عن تفضل بيه تاني غير السؤال هو علاقتك بال ولا كيفاش تعلقت بالجيتار لا جيتار سي غراس ا يدير لا جيتار سي غراس ا يدير جو كرو كو حافظ لها شويه حافظ لها شويه غناه لا لا مش مش حافظ لا لا موسيقى لا شويه تسمعنا شويه يدير اه كاش مشكل تفضل دونك علاقتك بالجيتار كل شيء يدير كو مانيش ندير لا جيتار سي كان صالح ديال لا جيتار مات لي لا جيتار هي الا كاع الشابه و هذا المكان هي كاع الشابه وصاي هذا المكان عندي حال دونك كان كامل يقول لك حبس لا جيتار ولعب كلافي لا تزعف قال لها جيتار نبطل من عندها صعب بك كامل خاطيني دونك ان شاء الله ثاني لا ميم شوز نتمنى تكون في بلاصه ايدير امين ان شاء الله باسكو يدير بصح حاجه كبيره لي دو جيتاريست واحد اخرين مي مالوريزمون ما جابوش لي جيتار دونك ما نكثرش عليكم الاسئله عطوني غير ثاني علاقتكم كيما نجات هضرت على الفيولون واش هي العلاقه معكم بالجيتاره وقتاش بديتوا واش حاجه اللي خلتكم تميلوا اكثر للجيتار السلام أليس الجيتار هي آلة زعما كيسكن يعزف فيها يعزف فيها واحد ولا تعزف فيها تحس بيها ماشي مجرد موسيقى غير تفوت هكا وكان حلمي زعما نعزف جيتار كنت نتفرج في اليوتيوب وزعما صحاباتي يعزفوا هكا وبالفضل الأستاذ كمال تحوصت الحلم تاعي مولقاني معاد مبتدئة في البداية بصح نشكر بزاف أستاذ كمال خاش علمنا وهكا قعد تحقق الحلم تاعي في الجاي إن شاء الله واللي تعزفت جيتار وهذا اعتراف كمال خويا اعتراف منهم انك راك تمد ان شاء الله وني عارفك ما تبخلهمش امبوسيبل تكملهم باسكو اللي ما يعرفش كمال ماش ميزيسي هاي سلام عليكم بون جو بو دير لا غيتار كو سي ما في باسكو ملي عاودي جو بو دير لا غيتار سي ما في باسكو ملي كنت صغيره كنت نحلم نكون غيتاريست كوم سعاد ماسي والحمد لله اني في دوما ملي دخلت هاد الجروب واني نتعلم غراس ا نوتر بروف كمال مون امي رمزي نحقق الحمد لله وراك حافظه شويه سعاد ماسي لا مازال با دونك مازال الحمد ان شاء الله
لاكورديون اروح على الاكورديون اروح لا اعطينا مورسوم بعد نكسر لك الميكرو اعطينا غير مورسوم تم لان النغمه تاع الكورديون ثاني نغمه حنينه و... وعندها تاريخ كبير النغمه تاعها هذه لي انا ولا نسمعها يلعب معايا موازي اه يا خويا كما تبغي نسمع دابيا نغمات على الاكورديون نغمه ولا واش قال سي محمد خويا النغمه وحدها سيت هذه ولا 5 ولا 11 ما جاك ولا انا لا 11 هذا ما خيرش كلافي كنت نلعب كلافي ومن بعد ديجا نلعب كلافي ومن بعد كاينه اكورديون على استاذ كمال قال لي واحد لعب اكورديون خاصنا هذيك واش حصلت في كمال باص ما كاين انت قلت كمال شي كاين واحد يلعب كلافي ماشي زوج يلعبوا كلافي لا واحد يلعب اكورديون هكا تتفورما فرقه ويكون فيها كاع الالات فوالا هذه لي دي جوبونس تاع كمال يتمشي بها باللي يكونوا كاع لي زانسترومون محطوطين هكا ولا لا كمال خويا فوالا دونك روحت للاكورديون مش ديفيرونس بين الاكورديون وكلافي خاصة في النغمه في الشون في النغمه وثاني خلينا من التريسيرس والبيسيرس باش كيسالوا الصوت هذه بدون هذيك ثاني تساعدوا التعليقات هذيك بدون تعليق بدون تعليق اكتريني نقصتني الو ما لقيتش ديفيرونس في النغمه لا النغمه تاع الاكورديون هي المليحه هي هي الشاب انا ثاني والله لا 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 مقابلك اللي ان شاء الله انت قبل كمان نقابلك الكورديون دونك واش نقول لكم دروك انا غادي نعيط لواحد اخر يلحق بينا يريح معنا غادي نقول له يجي يريح وما يبغيش تنقول له يجي محمد روح يريح معنا خويا هالو واه 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 انا غير نسقسو فيك على الفرقه قبض لاباس دونك نتمنى لكم كما قلت والله التوفيق ان شاء الله يا ربي وتكونوا خير وخالفيني خير السالف وخاصه الولايه كانت معروفه باللي لي تروب اللي كانوا هنا من بزاف ان شاء الله وزيد على بالي سور لو شوا تاع لي بارول والطابع اللي كنت غنوه لابد ميراكم كيما قلت لك اونتر دو بون بين ايادي امنه بين محمد وحماده وكمال سور ان شاء الله يكون طابع على حسابكم ان شاء الله اللي يولمكم خويا محمد مرحبا بك بارك الله فيك سي بصير بارك الله فيك سي بصير انا باغي نسقسيك جيت دخلت وروحت عند عبد الرحمن انا ما جيتش عدنان ها ما بغيتش نديرونجيكم هنا نفهم بلي نشوفكم خير من هيك لا بصح انت نلقى لك تدخل صحيح خويا مرحبا نعاود نرحب بخويا محمد كيفاش بان لك هاد الفرقه ان شاء الله يا ربي منو غادي يا خويا هاد الفرقه لما نشوف هاد النجان صغار كيما كيلعبوا موسيقى تفرح والله باسكو حنا ملي كنا صغار ما كناش واحد اللي قبضونا كيما سي بوسا انا بغيت نسقسيك عليها وهاد الفرقه مشوف عليها سي كمال زعما انا جيت غير بالك في واحد الشهر ني نشوفهم كيما هكا نبغي نعاونهم لي عندي كاين عارفه لا انا عارفك انك كي نشوف هذا ممكن عارفك كي تكون هنا سيرك تعاون ولا يا ربي تكون البصمه تاعك ومازال ما عاونتهمش غايه تفضل معك قلت لك على بالي بلي عندك وين ما نلقاك نعرف بلي راك تعاون لك دير في حاجه واه بيان سور واه ايه ديجا كمال قال لي زعما ماذا بيك تعاون لي جيتاريست ولا البازيست إيه. قلت له ما كاينش مشكل راني هنا ما راش غاب من ذاك الامريكاني ملي هودي محمد شين محمد تعلم بسيت تعلم لا بشوية بشوية تعلم ان شاء الله يا ربي يا خويا بارك الله فيك محمد والله يوفقكم خويا وحضورك يشرف النادي وان شاء الله حماده ثاني مانيش عارف نهضر معاه ولا خليك تريح له لا 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 والله غير تجيك دي معليش هذه والله غير تجيك اروح خويا اروح السلام عليكم خويا حماده شرفتنا اليوم لي الشرف ثاني انا حضور تاعي عندكم فوالا وقبل ما نسقسيك قبل ما نسقسيك عبد الرحمن راه قال لي اي قال لك شوف لنا وحده تاع مامي اللي هو يا غزال ياك اي
اعطيها انا اكابيلا اخويا. اكابيلا صون ولا مش معاه؟ لا براسك اللي باش معاه معاك. اه اي جماعة معاك. للي هو يا غزالي نرسل معاك كتاب لمن يهوى غراري خليني في التهاب اقرا لهم سلامي وارد منهم جواب وحبابي فارقوني عنهم بكيت شكرا. كتب الاستماع حمادة دحوني خريج مدرسة ألحان وشباب. حمادة كرا صغير لك ورا رانا هنا ليش انا محمد ديك يا محمد قالوا اسئلة يعني وين راك اخويا وين راك راني هنا يا اللي مليك السيدي وراك معنا السيدي بو احنا يا يعني انا كنشوف هاد الفرقة صافي بليزي زعما وهاد الشباب يعني ما كانش عندنا احنا فرصه من كنا في السن تاعهم ما كانش عندنا فرصه كيما هكا الاذاعه والثقافه يعني اساتذه يشرفوا علينا احنا طلعنا غير هكا كيما نقولوا هواوي فاهم كنا وين نروحوا نغنوا وين نروحوا ندخلوا يعني صافي بليزير انا كاين نجي توجور نجي نشجعهم نتمنى زعما كي يكونوا في المستقبل تكون كورال خاصه بالولايه ان شاء الله لمالا مليحه هاد ليدي لا مليحه هاد لاكورا الولايه كورا الخاصه بالولايه السعيده مسيش خدمت معاهم حاجه صغير ميلودي زوج ثلاثه معاهم ايه خدمنا زعما خدمنا واحد الحفلات هكا نو ابا وطنيه داكور صح كنت نجي هكا نعاونهم نعطيهم نعطيهم واحد ليدي في الشون هكا اي روح هذا مكان سمعني سمعني نشت الورقه خرجت سمعني اضحك لا لا هاد الانشوده هذه خدمناها في مناسبه لوي مارس ايه سي بون هذا مكان عاوناهم شويه مليحه يعني عارفك كيما قلت الكمال محمد ما راكش من الناس اللي تبخل خاصه كيما قال محمد تاكد انت الفرصه اللي راه عندهم هما ما كانتش زمان ان شاء الله دونك كي بديت بهاد ليدي ومحمد بهاد ليدي وخونا كمال بهاد ليدي استادير الشيء اللي صرا زمان ما يصراش لهاد المساغي اللي هم طالعين ان شاء الله يا ربي نمد لهم الماكسيموم نعطيهم ان شاء الله احنا نتمنوا لهم النجاح ويواصلوا والحاجه الاولى كيما قال سي كمال في الديبي انهم يزيروا في القرايه هي هي الفايده الاولى من بعد هذه يديروها كيما نقولوا يديروها فوق الشبعه كيما يقولوا الناس بونيس بونيس فوالا دونك الوقيلة انشوده نبداو هذا دروك نخلوها من بعد كيفاش تحب كان حماده واستاذ كمال نبداوها من بعد خلوها من بعد كيما تحبوا ديروا استراحه اي داكور نخليكم مع فرقة أحباب اليوم أنتم دائما في الاستماع لحصة فن أفام على أمواج إذاعة سعيدة الجهوية كل أربعاء ابتداء من الساعة 6:30
الأب. شكرا شكرا. وهذه هي حمد اخويا ما جاتش في بلاجيريا اخويا. شونسون بيس بيس بي بي فور الجيريا. ان شاء الله يا ربي تكون هذه انشوده كما غنى البراهيم. ان شاء الله يا ربي تدوم هذه السعاده وهالهناء. الله يدومها علينا نعمه برك. عبد الرحمن راه يقول لك برافو كمال. شوفي تعطينا فاصل صغير باش نولي كمال. انتم دائما في الاستماع لحصتكم الاسبوعيه حصه فن افام. نعاود نذكر بارقام الهاتف اللي هي 51 26 26 51 18 18. دائما عبد الرحمن في العارضه الفنيه والاخراج, محمد وراء الميكروفون. وشرفنا اليوم حضور فرقه احباب اليوم, فرقه على مستوى سعيده يشرف عليها الاستاذ كمال. وزياده السوتيان تاع والحضور توجور 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 حاضرين محمد وحماده. دونك الله يطولها نعمه ومحبه لفرقه الاحباب. قبل ما نرجع لكمال بودي واحد البرعومه راه نادره كاسكيت امريكان ثاني امريكان بلقيس كراكي. كيفاش اختاريتي الكرافي؟ اختارتها لخاطش ملي كنت صغيره كنت نشوف ام كلثوم فرقه عبد الحليم عجبتني, ومن بعد كينا الوالده شجعتني وتخلت الى فرقه الاستاذ الى فرقه استاذ, وبعدها انضميت مازالني مبتدئه وانا نعاد نتعلم ان شاء الله يا ربي. ها الهضره كي داير ها تسويها. دوغي تسمعينا حاجه؟ تسمعينا حاجه؟ اغنيه عبد الحليم. اي على بركه الله.
عاوديها او رديتيني ولا عاوديها برافو برافو بلقيس وبرافو كاع لا تروب كيما راهم. كمال خويا نعاود نولي لك سؤال اخير، شنو هما لي بروجي ان شاء الله مع هاد لا تروب؟ ان شاء الله مشاريع ان شاء الله ان شاء الله اللي نتمناها من ما يتفركتوش ان شاء الله تكون كون كاع انا ما نكونش يكونوا لا غير خبرني خبرني لا كي بغيت تفركتو خبرني نتمنى لهم انا يا سيتو الفرقه تاعي نتمنى لهم بلابيه ان شاء الله يكون مشوار طويل ان شاء الله في الفن الموسيقي باسكو الموسيقى هي هو ما نجمش نقول لك هي دواء وهو وبحر كبير وبحر كبير صدير ما عندها ما لا نهايه ما تحبش ما عندهاش وان شاء الله يكون ثاني عندهم ازدهار ان شاء الله في حياتهم في قرايتهم في المستقبل تاعهم باسكو نقول لك قدامهم يفرحوا الله يبارك وهذا خير دليل اليوم نشوفها ها قولها صحيت يا شيخ هذه شهادة راهي يقول هذه شهادة هذه شهادة من عند ولادك اللي كنت ونتمنى كما قلت انا نتمنى ان شاء الله بلوس ويكونوا خير خارف اللي خير سالف اللي سعيده اللي كانت معروفه التاريخ الموسيقي وان شاء الله يشرفونا في الحفلات المهرجانات في الولايه وخارج الولايه دونك واش قلنا اخر كلمه نخليها لمحمد ولا محمد اخر كلمه كما سمير تفضل سمير اخر كلمه في هذه الحصه وان شاء الله ما تكونش اخر حصه ان شاء الله اي فوالا واش قلنا بهذه المناسبه اخويا هذه المناسبه ديجا انا واحد راني فرحان كي راني مشارك معكم هنايا وحنا فرحانين بك تاني الله يسلمك والله يدومها خلاص هذه امين يا ربي والله يدومها نعمه وكما قالوا قبيله ديك النشيد هذاك الجيري فوريفر هكا محمد انا خاطي على الانجلي فور الجيري اه فيف الجيري فيف الجيري دونك نخليكم دروك مع فرقه الاحباب واش اختارت لكم ان كوكتيل كاش الكوكتيل اللي مختار اختارت لكم فرقه الاحباب قبل ما نخلي الاعضاء الفرقه يوجدون هذا لو شوا تفضل وكان لنا الشرف صدير رانا نشوفوا الحصه اللي درتها النهار نسمعوا بزاف لي زارتيست اللي بانوا ان شاء الله يا ربي شرف لينا كمال خويا هذا وكانت حاجه صدير في المستوى صدير شرف ما دوفا كيجي يجوا فرحانين يقولوا لنا عندك وصافي بليزير يا خويا الشرف لينا هذا وهذه ليكم شوف الحاجه اللي مليحه في سعيده بدات شغل بدات بشويه بشويه ديفلوبا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله باسكو ديفا رانا نسمعوا في دي ديميسيون واحد اخرين غيره منهم فوالا بارك الله والله غير صافي بليزير كي درتوا هاد الصوالح الله صافي بليزير يا خويا هذه شهاده لينا وشهاده ليكم ناس جاو هكا نتلاقاو معاهم برا دي زارتيست دي فامي كاش مي مكنش عارفك بصح يشوفها فرحان منا يقول لك خرجت روح درتوني في الاذاعه ودرت ولا في الجيتار صافي بليزير حاجه كيما هكا الله يعطيكم الصحه يا خويا وانتم الله يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم وهاد الحصه تاعكم راها ما لا عبد الرحمن لي هاد الحصه تاعكم ان شاء الله مفتوحه شكرا لك يا عبد الرحمن بزاف شكرا نقول لك بارك الله فيك المخرج يعطي الصحه لا حياه كبيره حياه كبيره عبد الرحمن ونشكروا ثاني ماما نجاة اللي حاضره معنا وخو سي محمد ايه تحيه لك مدام بليس محمد بسراوي مون فوزان مون كوليك دو ترافاي سيدي احمد الفوتوغراف ما ننسوش احمد سيدي احمد فوالا دونك كنت اليوم في استماع في حصة فن افام لفرقة الاحباب ان شاء الله يا ربي يدوم عليكم محبة قبل ما نخليكم تسمعونا واش اختاريتونا في النهاية تحياتي لكل الضيوف واللي اتصلوا واللي ما اتصلوش بنا ما بقى لي غير نقول لكم كما العادة الاسبوع ان شاء الله نتلاقوا الاسبوع المقبل ان شاء الله في عاد جديد من حصتكم فن افام
دائما كان معكم عبد الرحمن في الإخراج ومحمد في التقديم والميكروفون. ما بقى لي نقول لكم دمتم في رعاية الله، فنتلاقوا الأسبوع المقبل إن شاء الله، وكما العادة سلام. ترجمة